يا لهوي. عزيز اسالك كام سؤال ونشوف بقى ايه ذاكرتك وكده. في كليب ولاد الناس كان في كام بنت حواليك في اول الكليب؟ ستة. ايوه صح. يا انت عارف بس هنكر والله ما اعرف مش فاكر يعني بس ستة هم مش كلهم. ايوه ستة بالظبط. عملت الموسيقى التصويريه لكام عمل؟ عملت موسيقى تصويريه لعملين شاكر دبلوش. ايوه برافو. مش مصدقني بعمل كده. ومسلسل مسلسل بتاع ريهام حجاج بقى بتاع رمضان. قلبي غريق غريق في بحر الشرق. اغنيه لحقتي قلت كام كلمه لحقتي؟ يا لهوي. كم مره بقى؟ لا يعني في الدخول مرتين بعدين عدتها تاني في الاخر اربعه. واتنين عشان خاطري؟ ده بتوع ايه بقى؟ في النص؟ سته؟ سته لحقتي؟ كم اغنيه طلعت للنور لتامر حسين عملتوها سوا؟ 15. واحده كمان بقى عشان خاطرنا 16. طب كام اغنيه عملتها من كلمات ايمن بهجت قمر طلعت للنور برضو؟ تلات اغاني؟ احنا اللي طلع لنا اتنين. اتنين. كم مرة جيت راديو انرجي قبل كده يا عزيز؟ اتنين. طب فاكر كانوا امتى؟ جيت في 2013. ما كانش في انرجي 2013. ايوه بس كان في مبنى. طب فاكر مع مين؟ جيت مع فيروز اركان. ايوه في ميوزك هاب. ميوزك هاب وجيت مع حد تاني. جيت مع هشام عباس. هنشوف بقى الموضوع ده هيبقى عامل ازاي مع الزمالك. نادي الزمالك خد بطولة كاس مصر كام مرة وبطولة السوبر المصري كام مرة؟ خد السوبر المصري 3 مرات. 4 عشان خاطركم. كاس 27. 8 عشان انت ليه دايما منقص على رقم؟ ما هو اخر واحدة دي بقى مش متابع. 28 مرة. 28. اخر مرتين نادي الزمالك خد فيهم دوري ابطال افريقيا كان سنة كام؟ في الواحد. 2. اشمعنى بقى يعني 4 3 1 2 ليه وقع؟ اللي قبلها 98. اللي قبلها 96. 96 98 2001. 96 و2002. هنسالك عن ارقام فانيلات مجموعه من كباتن نادي الزمالك. فاروق جعفر. 4. حسين السيد. ما كانش بيلبس واحد. كان بيلبس واحد. لا. ساعات كان بيلبس 18 بس تمام يعني ماشي. واحد 18. خالد الغنتور. خالد الغنتور 4. حازم امام الكبير. 14. ايوه. عبد الواحد السيد. 16. حازم امام الصغير. 7. ايه الحلاوه دي؟ شيكا بالا شيكا. 10. طبعا. طب في مباراه النجم الساحلي في مباراه قبل نهائي الكونفدراليه سنه 2019 مين اللاعب اللي وقف جون لما جنش طرد؟ عمر السعيد. ايوه صح. برافو.